مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي نتشرف باستضافة شخصية مثيرة للجدل مؤخرا. هي السيد عبد الملك سلال، الوزير الأول السابق والمدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة. سلال، مرحبا بك، أنت أول ضيف عندنا في الشروق نيوز. بارك الله فيك، إن شاء الله ضيف تاع الخير. إن شاء الله. معالي الوزير، نبدأ مباشرة من الحدث الذي يفرض نفسه الآن، هي رسالة الرئيس السابق السيد اليمين زروال. هل طلعتم عليها وما رأيكم فيها؟ والله لا، طلعت كما كل الأخوات والإخوة في البلاد. وحقيقة الرئيس اليمين زروال معروف لعب دور هام جدا في ظروف تاريخية صعبة، وقام بالواجب تاعه، وانا كان لي الحظ ان شغلت معه كوزير الداخليه، فاعترف بالقدره تاعو. اما بالنسبه للرساله على كل حال، او البيان اللي وجهه للمواطنات والمواطنين، هذا راي على كل حال، فيه راي من طرف رئيس سابق وشاهد للساحه السياسيه، فكل رأي مقبول في النقاش الديمقراطي. معالي الوزير، السيد زروال طرح عدة نقاط في رسالته، أكيد أنتم وقفتم عليها. تحدث عن فتح العهدات الرئاسية، قال هكذا: فتح العهدات الرئاسية عرقل الديمقراطية. وتحدث عن المادة 74 من الدستور التي عدلت في تعديل 2008، مما أتاح للسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة، هو انتقدها، ما رأيكم في هذا؟ والله إلا قضية العهدة الرئاسية فيه كلام، نقدر ندير مقارنة في مع الدول الديمقراطية. نعم، ما فيش إشكال مبدئي، هذه قضية تاع قرار نتاع شعب، والشعب هو السيد. وزيد بزيادة كذلك أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما تنساوش باللي أنا شخصيا كان كلفني وشرفت على تنصيب لجنة لتحضير تعديل الدستور، ومن بين النقط فيها هذه النقطة، فيها هذه النقطة بالذات، واللجنة درستها وقدمت اقتراحات. يا للأسف الرئيس كان أصاب بمرض، نعم، وتأجلت الأمور، ولكن النقطة هذه كانت كذلك اتخذت بعين الاعتبار، نعم، إلى إعادة بالنسبة لإعادة النظر على قضية الموندا، العهدة. نعم. معالي الوزير، أقدم لك زميلتي سميرة بالعمري، هي رئيسة القسم الوطني في جريدة الشروق اليومي وإحدى الكفاءات الصحفية في الصحافة الجزائرية، ستشاركنا في إدارة هذا الحوار، وتبدأ بالسؤال الثاني. سيد الوزير الأول، نجدد لك التحية ومرحبا بك. شكرا. بلاطو الشروق. سيد الوزير الأول، من أهم ما جاء في رسالة الرئيس زروال، نبقى دائما مع رسالة الرئيس زروال، أنه تحدد في واحد العبارة تحديدا أشار إلى أنه الرئاسة هي مهمة ثقيلة معنويا وبدنيا وتتطلب احترام قواعد الأخلاق البروتوكولية. هذه العبارة هذه تحديدا تقرأ على أنها في شطرها الأول يقصد منها صحة الرئيس، وفي شطرها الثاني يقصد منها أشياء أخرى. ألا تعتقدون أنه العبارة يقصد منها صحة الرئيس والتشكيك في دستورية الترشح؟ والله لا، تكلمنا مرارا وتكرارا على قضية صحة الرئيس. الرئيس حقيقة احنا الجزائريين كلهم عالمين بالمرض اللي أصاب به الرئيس والصحة تاعه حاليا، وانا دائما تقريبا في اتصال معاه، صحة جيدة. احنا رئيس الجمهورية كما تفضل واحد من الزملاء، احنا محتاجين يكون قدوة، يكون عنده تفكير، يكون عنده رؤية بالنسبة للبلاد تاعه. احنا في حاجة إلى راجل لقدر يوصل المسيرة، وبالأخص احنا في ظروف أمنية واقتصادية ودولية صعبة جدا، وكذلك احنا في ظروف تاع انتقال بالنسبة للنظام الدستوري ككل في الجزائر. طيب، فالأهم طيب المهم
هو أن يقدر يقود البلاد، وراكم لاحظتوا سيد الوزير الأول. تفضلي. إلا سمحت لي، عندما نتحدث على رئيس الجمهورية كصمام أمان الاستقرار والأمن في البلاد، اليوم الجزائريين برا يتسألوا على أساس أنه رئيس الجمهورية عندهم 22 شهر ما شافوش، يعني من حق الجزائريين أنه يتسألوا كيف صحة الرئيس اليوم، كيف رايح يسير رئيس الجمهورية المرحلة القادمة وخمس سنوات القادمة. تفضل. والله إلا راكم شفتوه، جاء المجلس الدستوري وكان بعض إخوة علقوا قال لك ولدي ما شو. أنا نعاود نأكد لك من جانب الصحي صحته جيدة، فيه عنده بعض نقايس، ولكن النقايس هذه إن شاء الله مع الوقت ستعالج. ولكم لاحظتوا الجزائر مركب على مؤسسات منذ أصاب بها تلك المرض، لكن المؤسسات سارت كما ينبغي، ما كانش في خلل. حتى النتائج الاقتصادية تقريبا سنة 2013 كانت جيدة وجيدة جدا، ما عرفناش مشاكل كثيرة. عنده وزير الأول يقوم بإدارة الأمور نتاع الحكومة بصفة عامة، عنده مؤسسات أخرى تقوم بالواجب تاعها، هو عليه أن يتابع ويمد الرؤية ويراقب. هذا هو دور تقريبا رئيس الجمهورية، باش دائما قضية إلا تاع بروتوكولات، ونخليو شوية الوقت للوقت. وحنا في حاجة ماسة، هذه اللي لازم نفهموها، حنا في حاجة ماسة لمرجع في البلاد، في حاجة ماسة لهذا. سنعود إلى هذه النقطة معالي الوزير الأول، بالعودة إلى رسالة السيد اليمين زروال، إحدى النقاط التي قالها الدولة القوية تستمد قوتها من التعايش مع سلطة مضادة. فهم من هذا الكلام بأن على مدار 15 سنة السلطة الآن قامت بتفتيت السلطة المضادة، العبارة التي والله يا أخي أنا تسمح لي ما جيتش أنا باش نحلل رسالة أو كذا، أنا عندي كل احترام للرئيس زروال، نحن نبني عليها ما فيش داعي ندخل أنا في التحليل نتاع رسالة. تفضل. على كل حال نحن أخذنا ليس تحليل الرسالة، ولكن نستمد منها لعرض حصيلتكم الآن. من بين حصيلتكم التي أشرفتم عليها واختلف المسؤوليات التي تقلتموها، هذه النقطة السلطة المضادة، الأحزاب لم يعطى الاعتماد إلا في بداية 2011، والآن نحن في 80 أكثر من 80 حزبا. السلطة المضادة من نقابات، رأينا كيف تم إنشاء نقابات موازية، انشقاقات، عدم إعطاء اعتمادات لأخرى إلا في ظرف معين بما يسمى بموجات الربيع العربي. نحن هذا هو سؤالنا معالي الوزير. والله إلا بالنسبة كان فيه رئيس الجمهورية كان تعاهد بالنسبة للإصلاحات السياسية، نعم. وقام بشطر كبير بالنسبة لهذه الإصلاحات السياسية، من بينها قضية الانفتاح للأحزاب، من بينها كذلك قضية بالنسبة للنقابات، من بينها كذلك بالنسبة للسمعي البصري. ونحن اليوم رانا نعيش هذا اللحظات التاريخية، فالجزائر عرفت التطورات التاريخية. نعم. ما تقدر في يوم، ماهيش قضية تاع ضغط، ماهيش قضية تاع إلا ربيع عربي، قضية تاع تطور. لأن ما تنساوش يا أخواتي إخواني أن البلاد كانت عايشة ظروف صعبة وصعبة جدا، فكان من الضروري نخرج من مأزق الأمني، كان من الضروري نخرج من مأزق نتاع الحصار الدولي، كان ضروري كذلك نحسن ظروف الاقتصادية للبلاد. وكل أمر له الزمان تاعه وله وقته، فقضية جدولة في الزمان، لأن كان ما تقدرش تبني سياسة، ما تقدرش تبني اقتصاد إذا ما فيش استقرار. الأهم والمهم هو استقرار البلاد، والحمد لله لما حققنا على الاستقرار شوف النتائج اليوم أين هي، شوف الظروف الصعبة اللي رانا عايشين فيها والبلاد ما زعزعتش.
هذه هي يظهر لي الديمقراطية التشاركية اللي رانا تدريجيا نبنوا فيها. طيب سيد الوزير الأول إذا سمحت لي نبقاو عند النقطة هذه تاع الاستقرار، فعلا الأمن والاستقرار هو نقدر نقولوا أولوية الأولويات لكل دولة كانت متقدمة وسائرة في طريق النمو. اليوم عندما نسمع العديد من الشخصيات الوطنية وعديد من المسؤولين في الجزائر يتحدثوا لو يبروا ترشح الرئيس لعهدة رابعة على أساس أنه صمام أمان من جهة، ومن جهة حضرتكم قبل قليل تتحدث لنا على أنه الجزائر عندها مؤسسات، هذه المؤسسات هذه قادرة أنها تحمي الاستقرار. ألا ترون أنه هناك ازدواجية في الخطاب عند هذه النقطة هذه؟ ما فيش ازدواجية، يعني أن دولة أو نظام النظام تقولوا من جهة أنه مبني على المؤسسات، ومن جهة رايحين للشخصنة، يعني شخص ماشي قضية شخصنة. نظام دستوري مبني على المؤسسات، مؤسسات فيها رئيس الجمهورية هو المرجع الأساسي، هو اللي يقود الجيش، يقود السياسة الخارجية، يقود التوجه الاقتصادي، التوجه الاجتماعي تاع البلاد. له كذلك مؤسسات أخرى برلمانية، له كذلك جهاز تنفيذي، له جيش، فهو اللي يحفظ على الانسجام باش كل مؤسسة تلعب الدور تاعها وما يكونش تدخلات. هذا هو دور رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، في كثير من أنظمة في العالم. ما فيش، ما هوش مبني إلا على شخص، ولكن شخص انطلق في عمل، وحنا في ظروف أمنية واقتصادية صعبة وصعبة جدا. لأن أختي العزيز، ألا تظنين أن قضية تيغن تورين ما كانش حرب ضد الجزائر؟ أنا قارنتها تقريبا ب 63، فإذا ما فيش رد قوي ومؤسسات ورئيس الجمهورية هو اللي يقود الجيش، ما نقدر نوصل لهذه النتيجة. على هذه قلت لك ماهوش إلا مربوطة بالشخص، ولكن الشخص حنا ظنين وكثير من المواطنات والمواطنين ظنين ان انطلق في عمل وعنده حصيله واضحه اتم الوضوح، لان تعاهد باشياء وتحققت في الميدان تقريبا مد البرهان. ما جايش باشياء جديده، فيها مواصله العمل حيث ان شاء الله يكون فيها رؤية جديدة بالنسبة للنظام الدستوري الجديد، وممكن كذلك وتقويم الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة. هذه هي قضية تاع مواصلة وقضية تاع مرجع. سيد الوزير الأول، جبنا 48 ولاية، ونقول جبنا لأني كنت بين مجموعة الصحفيين اللي غطاوا زياراتكم للولايات. سيد الوزير الأول، هناك من انتقد زياراتكم، هناك من شافها انها على اساس انها توزيع للمال. في احدى النقاط تاع السيد رئيس السابق زروال، يعني نعاود نولوا لسمو، يقول انه عاودنا ولينا لواحد النقطه، يقول انه المال لا يحل ازمه الثقه الهيكليه في الجزائر. وانا سبق لي اني سمعت نفس الجمله على لسانكم في احد الزيارات. هل فعلا انه اقتنعتم، يعني هل اقتنعت السلطه في الجزائر انه المال لا يحل الازمه فقط؟ والله لا، زياره هذيك اللي قمنا بها هو التعاهد قبل كل شيء. كل واحد يتفكر لما أنا تقدمت بالحكومة أمام البرلمان تعهد بحاجة قوية وقوية جدا، وهذه من تكلمتها لأن هذا هو المسار المهني تاعي. أنا لابد العمل يكون دائما جواري، وتعهدت وقلت العمل تاع الحكومة سيكون جواري، ورأينا من الضروري أن الحكومة مع رئيس مع الوزير الأول ضروري أن تتنقل لكل الولايات باش نشوف أين وصلنا في تحقيق البرنامج الرئاسي والمشاريع. وكذلك من جهة أخرى إذا فيه تصحيح نقوم بتصحيح،
ما فيهش مال اللي توزع سيد الوزير فيه الأول، فيه إلا استدراكات، ما فيهش تماما مهم اللي توزع استدراكات، وكانت مبرمجة في ميزانية الدولة. هذا عمل جواري وأحسن، ومدت نتيجة، ومدت نتيجة في الميدان، فيه كانت فيه نقايس. أنا موافق معك، هناك طرح على أساس أنها حملة انتخابية مسبقة، ماهوش المال اللي حل المشكل، هذا أنا موافقين عليها كل، ولكن المال يساعد ويشارك. نقدر ندير لك مقارنة تقريبا مع المحروقات. الخطاب تاعنا منذ تولي الحكومة أن لابد نخرج الاقتصاد الوطني من تبعية للمحروقات، نفس الشيء. احنا ماناش مربوطين إلا بالمال، الحمد لله الأمور تحسنت من جنب المال، ولكن ظروف المعيشة تاع المواطنين كذلك تحسنت. ضروري نحسن الاقتصاد، ولكن أنا موافق معك ضروري كذلك أن نحصر، أن نحسن تسيير أمورنا ونحسن الحوكمة في الجزائر من القمة إلى القاعدة. سيد هذا كل موافقين عليه، أعيد عليك، ونتمنى إن شاء الله هذه المواصلة في المستقبل. أعيد عليك ما طرحته الزميلة سميرة بالعمري قبل قليل، البعض يعتقد أن ما قمتم به من توزيع للأغلفة المالية التكميلية، ما وزعتش أغلفة مالية، البعض يرى كانت حملة انتخابية مسبقة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وأنتم مدير لحملته. نحن نتحدث عن قرابة 40 مليار دولار وزعت على الولايات. هو أن نأكد لك كانت ميزانية مخصصة للمشاريع هذه للتكميلية، نعم. ما تسمى المشاريع الاستدراكية، نعم. لحل حل مشاكل لبعض الولايات، والمبلغ تاعهم مش كبير، تقريبا 30 كمتوسط 30 مليار دينار لكل ولاية. هذا تقريبا ماهيش ميزانية كبيرة لما تقارنها مع الميزانية للتجهيز لكل ولاية. صح كان البعض يظن باللي حملة انتخابية، ولكن هذا كان تعاهد، كان تعاهد من طرفنا كحكومة، وما فيهش سونية. إذا كان البعض ظنوا باللي حملة انتخابية هذا شأنه. معالي الوزير، عفوا، معالي مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، خلال إحدى زياراتكم لهذه الولايات كنتم أدليتم بمزحة أو دعابة مع أحد أصدقائكم، لكن رأينا انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأرض، مسيرة وصفت بالكبيرة في ولاية باتنا. البعض يتحدث عن آلاف تنقلوا من نصب التذكاري من قصر العدالة إلى ناحية بيت اليمين زروال الرئيس السابق. كيف تنظرون لهذه المسيرة؟ والله إلا أنا كنت حقيقة كنت نمزح مع صديق بصفة عادية، وأنا نعم. معروف، أنا دائما حياتي المهنية كلها معروفة، أنا دائما نحب نعمل بجوار وببساطة مع المواطنات والمواطنين، هذه هي التربية تاعي، ما عنديش نقايس، والشيء في قلبي في لساني، ما نعرفش شيء آخر، ما نعرفش الشر، ما نعرفش نتكلم بالشر، ما نعرف، ونحب نكون على مستوى كل مواطن. كان البعض ممكن ما يقبلوش أن مسؤول كبير يكون في قرابة بالنسبة للمواطن البسيط، ولكن حياتي كل تمنيتها أن نكون في خدمة المواطن البسيط لا أكثر ولا أقل. وأنا ما عندي حتى ما كنتش راغب نمس بي حتى إحساس، نعم، ما فيش، لأن أنا شخصيا وقلتها بقوة، نعتبر روحي، ومش نعتبر روحي، وأنا أمازيغي، أنا نصيب مني شاوي، نصيب مني قبائلي، نصيب مني تارقي، نصيب مني، ونتكلم حتى نصيب من هذه اللغات، ما نقدرش يكون فيه تفسير آخر. فالبعض اغتنموا الفرصة هذا عطاوها تفسير سياسي آخر، وأنا قلتها، ما نظنش مسؤول جزائري منذ الاستقلال، اعتذرت إذا كان نسيت بحساسية ما. أما بالنسبة للمسيرة كانت مسيرة فيها سياسة أكثر من حاجة أخرى اليوم.
اعتذرتم سيد عبد الملك سلال؟ طلبت الاعتذار اذا كان مسيت وحيد، وانا على بالي وتكلمت كثير مع عده مواطنين في عده ولايات في الشرق الجزائري، وانا والحمد لله ما في حتى التباس من الجانب هذا، غير كونوا مهنيين. اعتذرتم سيد عبد الملك سلال، ومع ذلك تبعات بقيت كرة الثلج تزيد، هل تعتقدون إلى أي مدى ترون أن تصريحاتكم استغلت سياسيا؟ هل تشعرون أنه فعلا تصريحاتكم استغلت سياسيا؟ استغلت سياسيا هذا شيء معروف، لأن لما نشوفوا شكون اللي كانوا في المسيرة، شوف شكون اللي الصور اللي خرجوا في المسيرة اليوم، تعرفي العنوان. هل تعتقدون أنها محاولة مباشرة لضرب شخصكم؟ لا، ما نظنش، أنا ما يقدرش يضربوا شخصي، لأن أنا جاي في خدمة الشعب الجزائري، أنا مدير حملة انتخابية. محاولة لإرباك مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح؟ مانيش مترشح، أنا مدير حملة انتخابية للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لأن رأيت من الضروري إيمانا مني أن ضروري أن الشخص هذا الكبير يواصل العمل تاعه، لا أكثر ولا أقل. إحنا مانيش سياساوي، ما نقبلش الأمور السياساوية، لأن ما تأديش الخير، ما تأدي إلا الفتنة. ومعظم الناس الأوراس الأشم شافوا الحقيقة وفهموا الحقيقة، لأن ما فيش عمل تخريبي من أو شيء آخر من جانبي. معالي الوزير، البعض طبعا في إطار هذه ما سميتموه باستغلال الأطراف السياسية، البعض يرى الآن بعض التحليلات ترى أن الآن الجزائر مهيئة أكثر من أي وقت مضى للتقسيم للفدرالة لا قدر الله، ويعتبرون ما يعني مزحتم به وما قلتم تلك العبارة أججت مشاعر جهوية في الشرق. قبلها كان وزير لعن من لا يحبهم أو من لا يحبكم. هذا الظرف سار مع أحداث في منطقة غردايا ذات طابع اجتماعي أنت تعرفه. هل تعتقدون أن الجزائر حقا مهيئة لهذا الأمر مثل ما تذهب بعض التحليلات؟ أنا نحب الناس كلها على كل حال، ما كانش اللي حتى اللي ما يحبنيش نحبه، ما عندي حتى مشكل، ولكن وحدة التراب الوطني هذه شيء تقريبا مقدس، لأن الجزائر استقلالها 1962 ما زلنا في نبني الدولة الجزائرية. نعم. فيه حقيقة مناطق لها تقاليد، لها لغة وكذا، ولكن بصفة عامة الشيء اللي لاحظته أنا شخصيا، وكان لي الشرف أن توليت مسؤوليات في عدة مناطق في الجمهورية، في الغرب، في الشرق، في الجنوب، مانيش شايف منطقة باغية تخرج من الجمهورية. هذه وقوة الجزائر تكمن في توحيدها الجغرافي وتوحيدها الديموغرافي. نعم. وتوحيدها بصفة عامة. هذه قوة الجزائر. ما ننساوش، وهذه ما لازمش ننساوها، إن لكان نواصل في هذا النظرة. نعم. متاع التفتيت أو تاع الفتنة هو انكسار الجزائر. انكسار الجزائر عندها قوة حاليا، وتعتبر قوة جهوية، وحان الوقت تلعب دورها كقوة جهوية، ولابد كل المجهودات تصب حول هذا الشيء هذا، وعندها إمكانيات. وشوف راكم تلاحظوا ظروف المعيشة تاع الجزائر تحسنت إذا قارن مع السنوات الأخرى. كل وقت جاب وقته، 62 كنا في مرحلة، في 70 في مرحلة، في 80 في مرحلة، في 90 في مرحلة، اليوم الأمور تحسنت من عدة جوانب، أشياء كثيرة أنجزت في الميدان، فلابد أن نواصل
ونحافظ ونصين الوحدة الوطنية، لأن سياسة ما يسمى بالربيع العربي هي تفكيك الأمم والدول، فلا بد احنا ما نمشيش في هذا الاتجاه. والحمد لله احنا عندنا كلنا عندنا مراجع واضحة. نعم، احنا مسلمين، لغتنا العربية والأمازيغية، تفهمنا على هذا الشيء هذا، فنمشي إلى الأمام إن شاء الله ونبني حقيقة دولة حضارية في المستوى ودولة عصرية، وإن شاء الله. وهذا اللي ما جاي في البرنامج نتاع رئيس عبد العزيز بوتفليقة والآن المترشح للعهدة الرابعة لاستكمال هذا الشيء. سيد عبد الملك سلال، بالعودة إلى المحافظة على الوحدة الوطنية، اليوم عندنا انزلاقات تحدث في غردية، الوضع الأمني في غردية بعد بين عملية مد وجزر. مسح سيد عبد الملك سلال، الشارع الجزائري يتساءل ما هو السبب الحقيقي الذي أعاد فتح جراح غردية؟ شنو هو السبب تاع تجدد الأحداث؟ يعني في تقريركم الأمنية اللي وصلتكم كوزير أول، شنو هو السبب المباشر اللي أدى للعودة؟ والله إلا قضية منطقة غردية ككل، غردية عندها تاريخ، الإباضية عندها تاريخ، وكل سكان منطقة عندهم لهم تاريخ، وما كانش فرق تقريبا ما بين الإباضية الملكية، تقريبا نفس الشيء. ما نقدرش نفسر هذا الامر لان الوقت ما يسمح لناش. كانت من حين الى اخر، وهذا التاريخ بينها، من حين الى اخر كانت فيه مناوشات معروفه، قضيه تاع ارض منا، قضيه تاع قضايا اقتصاديه منا، قضيه تاع فلاحه منا، ماهيش قضايا جوهريه تقريبا. اذا كان نجي نحلل الوضع، ماهيش قضايا جوهرية، قضية تاع تعايش، وفيه مشاكل اقتصادية اللي أثرت سلبيا على الوضع. وحنا لابد أن الدولة الجزائرية تلعب الدور تاعها في هذا الشيء، لتقارب سيد عبد الملك سلال، لتقارب الناس، لأن احنا في حاجة ماسة لإخماد نار الفتنة. وهد لما تكون القوة، ما يوقع حتى مشكل، لما نقلص من القوة تكون فيه تكون المناوشات ترجع. وكذلك أنا مانيش من دعاة اليد الخارجية، مانيش من دعاة، أنا نقابل المشكل، مانيش خايف من المشاكل، نتكلم معكم بكل صراحة. داخل كذلك في المؤامرة الكبيرة، ولكن نأكد لك أن وأنا ناقشت مع المسؤولين نتاع كلا الطرفين، ما فيهش مشاكل جوهرية، وفيه نية للتقارب، وتدريجيا إن شاء الله نسترجع الأمور، وكوني على يقين، وهذا ناخذ معك موعد اليوم، كوني على يقين إن شاء الله في الشهور المقبلة نحل المشكل ان شاء الله. احنا خذينا لما انا اجتمعت زيارتكم، لما اجتمعت في الجزائر العاصمه مع ممثلين الحياة المالكيه والاباضيه، والاخوه من المالكيين، كنا لقينا حلول حتى بالنسبه للقضايا هذه تاع الارض، لان قطعه ارض اليوم في غردايا تقريبا نفس السعر كما في الجزائر العاصمه، نفس لان فيه في امور اخرى لابد واحد يدرس. ما نقولش هذا هو جوهر المشكل، ولكن داخله في القضيه ككل، وتدريجيا ان شاء الله. وانا على يقين ان الملكيين او الاباضيين راغبين يعيشوا مع بعض، راغبين يعيشوا مع بعض، فيه شباب، لازم يكون ممكن الحوار اكثر مع شباب تاع هذه المنطقه. هناك من يظهر لي هذا هو من احسن الحلول. هناك من حمل السلطات الامنيه المسؤوليه، ويقال انه الانسحاب الذي تم هو الذي سبب الانزلاق، يعني ادى الى الانزلاق، الانسحاب الامني من المنطقه. ما فيش انسحاب، لان كانت فيه قوات اضافيه،
من قبل كانت فيه الى قوه وحده تدخل للشرطه، نعم، ومن بعد كان قوه اضافيه لجنه مشتركه للدرك الوطني لجير لجروب دانترفونسيون رابيد، وحقيقه الرقم ارتفع بصفه كبيره، وصلنا تقريبا 11000 ما بين شرطي ودركي، ولكن ما نقدرش دائما نواصل، ما نقدرش، ما يقدرش يكون الحل الامني. احنا حلينا اشكاليه الازمه اللي عاشتها الجزائر في التسعينات، الا فيه حقيقه فيه الجانب الامني، ولكن في اخر مطاف لازم نمشي الى المصالحه او الحوار ما بين كل الاطراف، والدوله كدوله كذلك هي اللي تفرض نفسها في اخر مطاف لاسترجاع الامن والطمانينه في هذه المنطقه. ولكن ما نقدرش المنطقه هذه ما تقدرش تعيش دائما تحت ظل الا الدركيين او الشرطيين. فلابد يكون فيه الحل الاخر، وماشيين ان شاء الله في هذا الطريق. اذا كان سمحت لي سيد سلال، هذا اخر سؤال في هذا الفصل قبل ان ناخذ فاصلا وترتاح قليلا. عندما كنت وزيرا اولا حكومتكم اقترحت عده حلول لحل هذه الازمه، ازمه غردايه، لكن الاحداث في كل مره تتجدد. هل يمكن لاي مراقب او متابع ان يصف الحلول التي قدمتموها بانها فاشله؟ ماهيش فاشله، لان هذا حوار ما بين الاطراف. احنا الاجتماع الاول باش يتكلموا مع بعضهم بعض، وكانت النتيجه إيجابية جدا. تكلموا مع بعضهم بعض، فطرنا مع بعض، خدينا صور مع بعضنا بعض، وكان فيه اتفاق، وكان فيه لجنة مشتركة كانت باش تبدا باش تشغل ما بين الإباضيين والمالكيين، وتعينت تقريبا. ولكن لما رجعوا الميدان بداوا في العمل، وانا مشيت انا وزير الشؤون الدينية تما، ولاحظنا باللي كانت الامور بدات تتطور. ولكن فيه امور اخرى او تدخلات اخرى اللي خلات الاشياء تتراجع. ولكن بالنسبه لقرارك اللي اتخذناها ذاك اليوم، مثال نعطيك قضيه القطع الاراضي وكذا، هذيك تتنفذ 37000 قطعه ارضيه، هذيك تتنفذ في الميدان، وهي اللي همدت كثير، وهذه اللي راح ترجع الامور، لان فيه طموح تاع شباب من الاباضيين ومن المالكيين. لابد ان المشاكل هذو تاع الشباب تاع المنطقه تتاخذ بعين الاعتبار، وهذا هو القرار اللي كنا خديناه باش ناخذها بعين الاعتبار، لان قضيه فيها جانب كذلك اقتصادي، فيه جانب على بالي اجتماعي وجانب تعايشي ما بين كلا الاطراف، ولكن فيه جانب اقتصادي، وهذا هو اللي كنا. متى ستزورون غردايه في اطار حملتكم الانتخابيه؟ احنا على بالك رانا هل هي مبرمجه احنا عندنا احد ان عندكم احنا عندنا فريق كبير اللي راح، لان احنا في تقريبا فيه الاخوه، فيه سي احمد دوحيه، سي بن صالح، سي عمار سعيداني، تقسمنا باش ندور حول انا تقريبا عندي 21 ولايه نزورها في اطار الحمله الانتخابيه. ولكن نعم. انا في غردايا، انا راني في داري، ما غير ما تخممش. سيد عبد الملك سلال، مدير الحمله الانتخابيه للمترشح عبد العزيز بوتفليقه، ارجو ان تبقى معنا. مشاهدينا ناخذ فاصلا ثم نعود لنناقش السيد عبد الملك سلال حول حصيله السابقه، وايضا برنامجهم في اداره حمله المترشح الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقه، ارجو ان تبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. ضيفنا في لقاء خاص هو السيد عبد الملك سلال، المدير الحمله الانتخابيه للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقه، وتشاركني في اداره هذا الحوار الزميله سميره بالعمري. سيد سلال، لو سمحت نتنقل الى حصيله نشاطكم. الصحفيون دائما يطرحون سؤالا، انكم وعدتم بتقديم حصيله الحكومه امام البرلمان لكنكم لم تفعلوا، لماذا؟ والله لا، الحصيلة نتاع الفترة تاعي أنا كشخص، إذا كان إن شاء الله نجح الرئيس وأنا
استكملت المهام تاعي نقدمها. نعم. ولكن اثناء الزيارات كلها في الولايات كنت دائما نتكلم على النتائج، وكذلك كنت نتطرق الى الحصيله ككل الفتره تاعي، والفتره كذلك من تولي السيد عبد العزيز بوتفليقه رئاسه الدوله. والامر كان واضح، وقدمت النتائج اللي لحقنا اليها. نعم. في عده قطاعات، كلنا نتفكر ان في البدايه كان تعاهد، كان ثلث تعهدات تقريبا للسيد عبد العزيز بوتفليقه، هو استرجاع الامن. نعم. هو استرجاع الدوله الجزائريه او الجمهوريه الجزائريه في المكان اللائقه تاعها ما بين الامم. نعم. وكذلك تفعيل وتنشيط او اعاده الاقتصاد الوطني الى مجراه العادي. هذا كل. نعم. تقريبا تحصل. اما بالنسبه للحكومه، خلال اعطيك مثال، في ظرف سنه 2013 كثير من المقاييس اقتصاديه وماليه واضحه وحققت في الميدان، والنتائج كانت جد مرضيه. نعم. وهذه باعتراف الصندوق الدولي. نعم. سنعطيكم وقتا اطول معالي الوزير في شرح هذه، لكن لفت انتباهي انكم لو عدتم الى الحكومه، هل وعدكم الرئيس بانكم ستعودون وزيرا اول بعد النجاح؟ هل وعدكم؟ قلت اذا كان ما رجعت فيه مواصله في الدوله الجزائريه، ما فيش انقطاع. نعم. هذا هو الشيء. باش قبل كنت طرحت السؤال على ديمومه الدوله الجزائريه، رئيس الجمهوريه كان مريض. ولكن الجزائر مشات، مؤسسها مشات بدون انقطاع، بدون اشكال. هذه هي الدوله العصريه اللي جسدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، واللي لابد نركزها نهائيا في المستقبل القريب ان شاء الله. سيد عبد الملك السلالي، لو سمحت لي، في غالب الاحيان تعتمدون وغيركم من الداعمين للعهده الرابعه تقديم حصيلة إجمالية لفترة حكم الرئيس، يعني في كل مرة مدة 15 سنة. لما هي من المفروض ومن المنطق أن كل حصيلة تبرر العهدة التي تليها، يعني إذا كانت حصيلة العهدة الأولى بررت العهدة الثانية حتى أنها توفر لها الشرعية، أنا نتساءل اليوم لماذا في كل مرة تتفادون تقديم حصيلة مفصلية عن كل عهدة؟ والله لا، ما فيش هروب، ولا لأن نعود نأكد مرة أخرى، الجزائر ما خلقتش من اليوم، ما خلقتش من تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الدولة الجزائرية. الجزائر من 62 كل رئيس وكل حكومة وكل واحد قدم ما قدم للبلاد، هذه الحقيقة. ما واحد نهربوش من التاريخ، كل واحد قدم ما قدم. من بالله الله يرحمه، بومدي الله يرحمه، الشاذلي، سي اليمين الزروال، كل واحد قدم ما قدم للبلاد، ولكن كان مسؤولية تاريخية للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه في ظروف صعبة وصعبة جدا. واليمين زروال كذلك، الرئيس اليمين زروال قام بواجبه في ظروف صعبة وصعبة جدا، ولكن الانتقالة كانت تتطلب جهد كبير. وحنا لما نقدم الحصيلة نقدر نعطيك الحصيلة سنة بسنة، ما عندي حتى مشكل. الأرقام واضحة، خرجنا من أزمة اقتصادية، من الظلمات إلى تقريب النور، ولكن مازال نزيد نحسن اكثر، لان مازلنا بعد في عده ميادين. نقدر نعطيك سنه بسنه، نعطيك كل برنامج ما فيه مشكل، ولكن مليح شخص اللي هو تولى الحكم يقدم ما حقق. لان نعطيك رقم برك، هذه لما نشوف المدخول الوطني او الانتاج الخام الوطني ضعف ثلاث خطرات، الامل في 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 الحياه. نعطي لي دوله اللي في ظرف من سنه 2000 الى اواخر
2013 طلعنا من 71 الامل في الحياه لكل جزائري، وهذو مقاييس دوليه، من 71 سنه الى تقريبا 76 سنه ربحنا خمس سنين. وهذه قضيه تحسن في ظروف الحياه وتحسن كذلك في ظروف المعيشيه ككل. لابد واحد يبرز الشيء اللي قام به الرئيس، هذه الدخله في السياسه. هناك من يذهب في بعض القراءات الى انه هروب يعني المسؤولين ولا الحكومه في تقديم حصيله مفصليه عن كل عهده، انه العهده الثالثه هي بمثابه عهده بيضاء. وش قلنا سيد عبد الملك كيفاش سلام؟ كيفاش بيضاء؟ وكتاش تحسنت ظروف الحياه الموت؟ وكتاش تفجرت؟ نعطيك مثال برك، قضيه السيارات. كتاش تفجرت الامور خلال هذه السنوات الاخيره؟ ما تفجرتش في بدايه 2000 ولا، والناس الحمد لله اليوم ظروف حياتها تحسن. تحسن المستوى المعيشي الجزائريين. ناخذ كذلك البطاله، اليوم رانا تقريبا تحت من 10، رانا 9.98%. فسنه بعد سنه الظروف تتحسن. وانا البعض يقول لك يا ولدي ما تقدروش تقولوا باللي فيه نجحتوا في كل الميادين، ولا الشيء اللي انجزه في الميدان قليل وغير كافي ولا كذا. نعطيك مثال، انا كنت وزير للموارد المائيه، انا كنت والي في وهران، ناخذ هذا المثال. كنت والي في وهران في اواخر الثمانينات، كنا نشربوا الماء مالح ونهار في اليومين ونهار في ثلاث ايام. واليوم نهارنا يشربوا الماء دائم من 24 ساعه ل 24 ساعه الماء حلو. الجزائر العاصمه كنا راح نستوردوا في بدايه الالفينات الماء بالباخره من مارسيليا، واليوم 24 ساعه 24 ساعه بدون انقطاع، وان شاء الله ما يكون حتى انقطاع، لان خدينا كثير من تدابير. كاين اللي يقول لك راكم ما كانش فيه توازن جهوي. يا ولدي تحويل دائما القطاع اللي عشت فيه، تحويل المياه من عصار الى تمرست، انا نقدنا تماما منطقه كبيره وكبيره جدا ونحبوها كل وندافعوا عليها كل، منطقه لهقار، حلو، اشياء اللي طلبت امكانيات وجهود كبيره ما ننكرش. احنا موافقين باللي فيه نقايص. شوفوا من جانب نعطيك مثال في السكنات ولا هكذا، كون بعد ما كنا ندخلوا التفاصيل الامور دوك راهي تتحسن تدريجيا، فيه برامج كبيره ورجعنا الامل للجزائريين، كل جزائري في حسب. ممكن سيد الوزير سيد عبد الملك سلالي لو سمحت لي، انه الانجازات هذه تم تلطيقها او يعني تسويدها من قبل البعض، لذلك ينتقدون الحصيله على اعتبار انه هناك ملفات فساد اعترت المشاريع الكبرى، ملف فساد في طريق سيار سوناطراك، كل هذا ممكن هو الذي شوش على الحصيله تاع رئيس الجمهوريه. واش تقول؟ هو تعرفي انا راكي لاحظتي في الكلام تاعي لما كنت نجول في الولايات، والكلام تاعي دائما انا واضح، احنا ما نكرناش باللي فيه فساد وفيه مكافحه. شوفي برك العدد الهائل نتاع القضايا اللي مطروحه امام العداله، قضايا الرقم نتاعها عالي وعالي جدا. فاحنا ما ضرقناش وكافحنا وعلنا ومضينا كل الاتفاقيات الدوليه كلها، والقالفي يقدر ياكد لك هذا، احنا عضو في القالفي. فيه قرار سياسي وميداني بالنسبه لمكافحه الفساد، على بالنا به في النقائص. ولكن كذلك خليه قرينه البراءه، خليه كذلك القاضي يلعب الدور تاعو، ما نقدرش نلطخ كل حاجه. احنا على بالنا باللي فيه نقايص احنا نواجهها، ومن حين الى اخر حتى النقايص هذه ولا الشيء اللي يولد الفساد، سواء البيروقراطيه سواء عدم الكفاءه او المتابعه تاع، لان انطلقنا في مشاريع كثيره وعديده وما كانش عندنا الامكانيات، وهذه معترفين بها، باش نراقب ما عندناش الامكانيات. آلية الرقابة في عده مشاريع
لما نمد مشروع فيه لجوء إلى مكتب دراسي أجنبي اللي هو يعاوننا بالنسبة للرقابة. هذا هو الإشكال. الإشكال الكبير وزيد بزيادة الفساد هذا ما هوش إلى شأن الجزائر. كل الدول. سيد سلال بحديثكم عن بعض الأرقام التي قدمتموها ربما قد يناقشكم الكثيرون خاصة فيما يخص مثلا في قضية نسبة البطالة والآليات التي تعتمد في إحصاء، لكن المعارضة برغم ما قدمتموه الآن وكنتم تقدمونه في ندواتكم الصحفية السابقة وتصف الحصيلة بأنها سلبية سياسيا اقتصاديا معنويا. عندنا مثلا رئيس حزب وصف المسار الذي نحن نسير فيه الآن بالمسار الانقلابي على الجمهورية ولسنا أمام مسار انتخابي، كيف تردون على مثل هذا الكلام؟ والله إلا كان كي تعود تتكلم على أشياء واضحة وتشوفها في الميدان والحاصلة هذه ما جاتش هكذاك، فيه رقابة من طرف مؤسسات الدولة، فيه برلمان يا جماعة الخير، فيه مؤسسات دورها باش تراقب. كاين الناس اللي يقول لك والو ما يليق في البلاد هذه، بالبرلمان بالعدالة بالحاجة ما تليق. البرلمان لم يخطب فيه السيد رئيس الجمهورية لمدة 15 سنة، لماذا؟ هل هو عدم اعتراف؟ ماهوش ما الدستور ما يرغمش كان هناك عرف سياسي تقليد سياسي. ما الدستور ما نعم. وانا شخصيا انا قلت لك نتقدم ما عندي حتى مشكل، والله الا ما عندي حتى مشكل، الوقت دهمنا. نعم والله هذه هي الحكايه، لا غالب الوقت دهمنا، انا كنت متقدم الى البرلمان وتعهدت باش نقدم بيان سياسه عامه. نعم. ما عندي حتى مشكل لان النتائج جد ايجابيه، والجزائري اليوم نحب ولا نكرهو الامور تحسنت. البارح كنا نتكلموا نسمعوا غير كلمه حطيست وحراقه، هادشي نقص على بالنا باللي فيه نقايص ومازال اشياء لازمنا نبني البلاد. ما ننساوش يا اخواتي اخواني ان خرجنا من سنوات صعيبه جدا اللي دمرت البلاد، البنيه التحتيه تاعها كل كانت منعدمه. اشياء كثيره تحققت اليوم. لا. هذا شيء ملموس، ما تقدرش تدرك الشمس بالغربال، هذه الحقائق. صح تقدر تقول فيه غلط في بعض المشارع، ممكن تقدر تقول غلطتوا في هذيك، مقبول فيه نقايص مقبوله، وحنا نعترف باللي فيه بعض النقايص، ولكن لما تنجز تقدرش تتحكم فيه سرعه الانجاز، تقدرش تتبع تماما وتيره الاعمال. انا ناخذ لك بعض الدول في اليابان مثال. نعم. باش تدير طريق لازم لك 3 سنين دراسة وسنة إنجاز. احنا العكس. لأن الطلب الاجتماعي قوي جدا. وتيرة الإنجاز ما نقدروش نديرو أكثر. السكانة راك تعرف. عدنا هات اللي كان برك ما لقيناش. وسائل الإنجاز ما كانش. جيب الصيني، جيب الهندو، جيب هذاك. سيد الوزير. ما قدرناش. سيد عبد الملك سلال، هناك حتى من يلوم السلطة على آليات التشغيل، يعني على أساس أنها دعمت الشباب ومكنتهم من أموال لاستحداث مشاريعهم الخاصة، تقول أنه علمتهم الاتكالية. هناك آراء تقول أنها علمتهم الاتكالية الشباب الجزائري، والشاب الجزائري ولا يترفع للمهن ولنا ما لقاوش بلومبي وما لقاوش ماسون. هذا نقاش آخر أنا موافق معك، ولكن حنا درك فيه الشباب الجزائري اللي ما قدرش يواصل الدراسه تاعو، او عندنا تقريبا 1,270,000 طالب جامعي، عندنا 92 جامعه في الجزائر. هاد الجامعيين هادو كيفاش دير لهم غدوه؟ لابد نعاونوهم باش نعطوهم فرص باش يخلقوا هما مؤسسات نتاعهم. على هذيك انا لما تكلمت في الاسبوع الماضي مع الطلبه والشباب وعدتهم، وهذه داخله في البرنامج، باش تكون مؤسسات صغيره لفائده خريجين الجامعات عن طريق الستارت اب، باش هما بعد يخلقوا مؤسسات باش يخدموا المخ تاعهم، مرتبطه
بالإنجاز الفكري والإنجاز العلمي، هذه باش نخصوها. وكان ضروري كذلك بالنسبة للشباب البطالين الآخرين نلقى لهم ميكانيزمات والتجربة الجزائرية الناجحة، وروحي تروح للصندوق الدولي للتشغيل البيئي، المثال الجزائري دائما يضربوا به، لان كان لونساج اللي قال ولدي راكم غلطتم، راكم خلقتوا غير المعاليم. العدد ماهوش كبير، كبير جدا، وزيد بزياده لابد الشاب كذلك من صغره يقدر يكون معلم كما قال الاخر، نعاونوه. والناس كان اللي بعد ينتقدوا ما عندهمش الاحصائيات، يقول لك راهم ما يرجعوش الفلوس، يرجعوا تقريبا 70%، روحوا شوفوها في البنوك وتقدروا تقوموا بتحريات، الناس ترجع القروض تاعها. احنا زدنا سهلنا اكثر في بعض المناطق، نحينا لهم التود انتيري هذاك، وبالاخص في الجنوب وفي الهضاب العليا باش نسبه للفائده، لان باش نزيد نسجحهم اكثر. كمدير السياسه مازال نواصلوا فيها كمدير حمله انتخابيه، هل تنوون مسح ما تبقى من ديون شباب اونساج؟ ماناش حنمسحوا الديون، ولكن راح نديروا لهم اعاده جدوله. لان ما نقدروش، مش مليحه من جانب حتى ما نهضرش على الجانب الاقتصادي، حتى من جانب والدوله الجزائريه. ما نقدرش كذلك احنا نغامر بالامكانيات الماليه اللي عندنا في البلاد. عندنا امكانيات ماليه، عندنا افاق تاع التطور في البترول والغاز، ما فيه مشكل، ولكن احسن شيء اللي نوفروها للجزائريات والجزائريين وبالاخص الشباب هو نعطيهم فرص العمل، لان العمل هو اللي يرجع الشاب راجل وما يتكلش على الغير. مازال نزيدوا نسهلوا لهم، والشيء اللي عاهدتهم في الاجتماع سنوصل لنا، هذا هو حل، ما عندناش حلول اخرى، لان الاقتصاد الوطني حاليا ما يقدرش يستوعب كل الاطارات الجزائريه وكل عمال الجزائريين. وكذلك رانا نكونوا في التكوين المهني عدد كبير بالنسبه ليد العمل. انا موافق معاك فيه اعاده النظر. ناخذ لك مثال، شيء انا شفت غير مقبول بالنسبه لي، قلت لوزير التربيه وقلت لوزير التكوين المهني، الشاب في السنه الاخيره في المتوسط اللي ماهوش قادر يقولوا له طرد غير مقبول. قال ودي بدل، نوجهه الى التكوين المهني، الى التكوين المهني حتى من جانب ما نمسلوش شخصيته بسيكولوجي نربحوا دعم بسيكولوجي. وهذا هو الشيء اللي يخلي قليل من الشباب يتوجهوا للجانب التعليم المهني، لان يقول لك انا راني مطرود من سوق العمل، مطرود تقريبا من المجتمع، الشيء اللي نخلقوا عنده الياس والبؤس هذاك، فلا بد نربحوا. وهذا هو الاتجاه الحالي. واكثر من هذا، احنا كل الصفقات الكبرى، وهذا كان قرار خديته انا شخصيا، نرغم على الشركات الاجنبيه تدخل شباب، تشغل شباب جزائري، ماشي تشغلهم ابرونتي يتعلموا الخدمه، ماش باش يخدم في الورشه، ولكن يتعلم بالاخص بالنسبه للتقنيات الحديثه. سيد سلال، إذا كان الشغل يحمل أهمية كبيرة بالنسبة عند الجزائريين، أكيد أنه حتى السكن يحمل أهمية كبيرة جدا. عندما استلمتم الوزارة الأولى منذ 18 شهر تحديدا، أعلنتم ولقدرتم التأخر في البرنامج السكني الخماسي رئيس الجمهورية، 1,500,000 وحدة سكنية. كما أعلمتم أن البرنامج الخماسي المتعلق بقطاع الصحة في الجانب المتعلق بالمنشآت كذلك يعاني من تأخر. اليوم وين وصلت عملية الاستدراك؟ هو حقيقة لما أنا خديت المسؤولية تاعي شفت باللي وتيرة الإنجاز كانت ناقصة من عدة جوانب، مش قضية تاع برامج، مش قضية تاع فلوس، قضية تاع إنجاز، مواصلة أو متابعة الإنجاز. فالحل احنا قلنا اولا كان غير السكن الاجتماعي والال بي بي، انا عاودت رجعت بقوه التساهمي او لاديال ورجعته بقوه تقريبا 250 الف سكن
لان كان من الضروري نخلق الامل بالنسبه ل المتوسطين في المجتمع كما يقولون. والبرنامج هذا انطلق حقيقة، وكذلك دعمنا السكن الريفي، فاليوم عندنا اختيار. وكذلك درنا في إعادة التنظيم بالنسبة لوزارة البناء والإسكان على مستوى الوطن، خلقنا تقريبا كانت غير لا مديرية ما عدا العاصمة، خلقنا مديرية متخصصة للتجهيزات ومديرية متخصصة للعمران والسكن. وهل تمكنتم استدراك التأخر؟ بدينا واكشفتي مؤخرا كان فيه لجوء إلى شركة أجنبية صينية وتركية وهندية وكذا، واليوم وتيرة العمل تحسنت بصفة أحسن، ومشينا حتى الصفقات بالتراضي البسيط حسب برنامج وحسب كذا. نفس الشيء بالنسبة للصحة كان فيه نقص، شفنا كان فيه حتى إعادة الاعتبار، إعادة النظر بالنسبة للبرنامج. أعطيك مثال بالنسبة للمستشفيات الجامعية، لأن الإشكال في الجزائر اليوم الحمد لله فيه أجهزة كثيرة متوفرة عبر الوطن، ولكن الأجهزة الاستشفائية والمستوى العالي ناقصة. هذه قررنا مؤخرا، والعملية راهي تقريبا راح تبدأ في التنفيذ، لإنجاز 5 مستشفيات جامعة بمستوى عالي وعالي جدا، تلمسان، جزائر العاصمة، بجاية، ورقلة، قسنطينة. وهاد المستشفيات باش ما نوقعوش في غلطات، لان انا قلت لك فيه اشكال نتاع متابعه في الميدان بالنسبه للانجاز. مستشفى وهران اللي كان مستشفى جامعي كبير انجزناه صعب، فيه نقايص. طيب بس الحقيقة قبل احنا سلمناهم غير باش تشوفي الاتجاه الجديد. الانجاز تاع المستشفيات هذو الجامعه الكبرى تكون فيه الدراسه والانجاز والتجهيز والتسيير، ماش الاطباء، نهضر على التسيير، من طرف نفس الشركه اللي تنجز، باش هكذا يكون عندنا مستشفى في المستوى ويؤدي الواجب تاعو. لان ماش قضيه تاع اطباء ورجال، عندنا اطباء في المستوى العالي وعالي جدا في الجزائر، الاشكال في التنظيم تاعنا. طيب سيد سلال، هذا في الشق المتعلق، ماذا يقول اليوم مدير الحمله الانتخابيه، ولو انه انا نفضل انه الكلمه تكون باسم الوزير الاول السابق لمكتتبي عدل، اكيد انه كاين قلق كبير في الشارع الجزائري بخصوص ملفات عدل، كاين بزاف اللي يشوفوها على اساس انها ورقه انتخابيه، واش يقول مدير الحمله الانتخابيه في حال ما اذا كان مترشح، يعني المترشح عبد العزيز بوتفليقه رئيس، ام لم يكن رئيسا، كيف راح يكون مصير مشروع عدل؟ وش من مشروع عدل؟ مشروع عدل يعني المصير تاع 250 الف وحده سكنيه. هذا بالنسبه للسكن التساهمي العمومي، هذا مسجل فلوسه كاينه والقوائم واجده. يعني ببساطه سيد سلام نقولوا انه مضمون يتحقق مهما كلفنا الثمن، هذه ما فيه مشكل. اكثر من هذا، نتعهد شخصيا باسم المترشح عبد العزيز بوتفليقه، بالنسبه للنظام السكني في الجزائر الامتيازي هذا، فيه الاجتماعي، فيه التساهمي، فيه الترقاوي، فيه الوال بي بي، فيه الريفي، وشفت ولاحظت لخص في الخرجات تاعي، لما جامعي يخرج وهذا كون زوج ما يقدرش يحصل على سكن، لان ما يقدرش يدخل في هذا الانماط من السكن. قلنا نزيد نخرج نمط جديد بالنسبه للسكن للشباب خارجين الجامعين او الاخرين، هكذا نسهل عليهم ونخلق حقيقه، لان كدير الحصيله العامه حسب الملفات اللي عندنا حسب الفيشي. الطلب اليوم، وهذه وزير البناء ياكدها لك،
بقانا تقريبا ان جاب كما يقولوا نقص تاع 765 الف سكن لازم ننجزها في الخماسي المقبل وننتهي قبل ان نتنقل الى بعض المتفرقات بسرعه. لم يبقى لنا من الوقت الكثير. فيما يخص المادة 87 مكرر في كل مرة، الثلاثية تعد بأنها سيتم إلغاءها لكنها تؤجل في كل عام، والآن خلال الحملة الانتخابية أو في برنامج الانتخابي بماذا تعيدون؟ ثلاثية مع المادة 87 مكرر المتعلقة بالسميك اللي تم الفصل فيها الثلاثية الأخيرة. تعالى السميك كان قلت القانون وحقيقة نحن تعاهدنا ومضينا هنا لما مضينا على الاتفاقيه على الباكت ايكونوميك العقد الاقتصادي والاجتماعي انا في قبل ما نمضي قلت لهم نتعاهد معكم نمضيو بصح نروحوا عند المؤثق باش العقد هذا يربطنا كل واحد ما يدور غدوه. درتها عمدا وفيه اعاده نظر ومدروسه قادرين ننفذوها، ولكن نطلب اعاده الماده لازم إعادة النظر في القانون سواء عن طريق تغيير القانون سواء في إطار القانون المالي تاع 2015 لأن قانون ما يقدرش يتغير بلا قانون، محتاج أثر هذا ومدروسة ومعروفة. سيد سلال وكان حتى القيمة المالية شحال راح تستقام من ميزانية الدولة لأنها تمس البوسطة. سيد سلال من فضلك عفوا على المقاطعة، هناك صندوق طلب الرئيس بوتفليقة من حكومتكم أن يروا تخريجا لصندوق خاص بالمطلقات. البعض قال أنه في الحملة الانتخابية فاهم أن الشيء اللي ديروا محسوب على الحملة الانتخابية. البعض الآخر فهم أن هذا تدعيم لما سموه بالفساد الأخلاقي. لا عيب عيب، هذا الشيء معمول به في عدة دول مطلوب من المجتمع الجزائري، وهذه قضية تضامنية لا أكثر ولا أقل. ولما كذلك قرر رئيس الجمهورية لها سنوات أخذ نسبة مئوية تاع المداخل من البترول للصندوق الإنعاش نتاع الريتريتي التقاعد، هل هذا ثاني؟ هذه ديمومة، هذه أداة التضامن الوطني مع البسطاء. كيفاش تقبل تشوف نساء مطلقات في ظروف هذه المنطق ما يقبلهاش والعقل ما يقبلهاش. دو كونترير اللي خدا القرار هذا ربي ان شاء الله يجازيه. سيد سلال انا نعاود نولي بك قليلا لاول تصريح في بدايه الحصه تاعنا، قلت انه كانت اللجنه المعنيه بتعديل الدستور شرعت في تعديلات، كاين اصلاحات قامت بها الحكومه، قام بها رئيس الجمهوريه الاصلاحات تاع 2011، هناك خطابات متنوعة، هناك من يرى أن الوضع السياسي لم يتغير بدليل أن الانتخابات الرئاسية 2014 هي صورة مكررة لانتخابات 2004 يعني تقريبا بنفس الوجوه. ومع ذلك سيد سلال قلتم أن المادة 74 ممكن أنها تكون من بين التعديلات اللي رايحة تدرج في مشروع القانون الدستور الجديد، كما أنه في تصريحات لرئيسة حزب سياسي قالت أنه نقلت على لسانكم أنكم قلتم أنه منصب نائب الوزير الأول غير مدرج في هذا المسودة تعديل الدستور. والله لا، باش نأكد لك بكل ثقة وبكل أمان أن كانت فيه لجنة نصبت وعملت ما عملت. معذرة، نقصد منصب نائب الرئيس. دوك نوصل لك المنصب نائب الرئيس، وقدمت اقتراحات والاقتراحات حاليا واجدة واقتراحات جد وجد بناءة، ولكن اقتراحات الرئيس مازال ما تبناهاش، أنا مازال ما تبناهاش. إذا كان يتبناها حين يدين يقدمها طبقا للدستور أو للشعب سواء للبرلمان بالنصيب القانوني وتصبح حقا. فيه أشياء كثيرة ونزيد نأكد لك، وأنا ذاك كان الرئيس موافق على أشياء كثيرة لأنه هو راغب منها باش ما نقدرش نتكلم عليها لأن ما هيش رسمية. منها أشياء كثيرة وداخلة في حتى بالنسبة للبرنامج نتاع رئيس الجمهورية،
لإعادة النظر بالنسبة للدستور الحالي باش يكون فيه انفتاح ديمقراطي أكثر، ديمقراطية تشاركية أكثر، يكون في حوار أكثر، حتى بالنسبة لتعديل الدستور يعلن رسميا باللي راح يكون فيه نقاش كبير ومتواصل مع كل الأطراف السياسيين في المجتمع. يعني ندوة سياسية، مرتبة ندوة سياسية. ما على باليش كيفاش تكون، ولكن المبدأ هذا هو، مانيش على بالك كيفاش تكون. ولكن الشيء الحقيقي أكثر من هذا. راح نعطيو حقوق أكثر، راح تعطى إن شاء الله حقوق أكثر، وهذا مسجل في البرنامج تاع الرئيس. بالنسبة للمعارضة، نعطيك مثال. حريات يعني. المعارضة غدوة في البرلمان تقدر تمشي للمجلس الدستوري. هذا ما طيب كاينش. هذا من بين أشياء كثيرة. ما عن بالنسبة للتنظيم الداخل، أنا قلت حقيقة باللي قضية تاع نائب رئيس ما كانتش في البرنامج. في البرنامج. علي سيد سلال لو سمحت، بقي لنا 4 دقائق، سنأخذ دقيقة لكل سؤال متفرقات. أبدأ، روج عنك أنت أنك رجل وفاق بين الرئاسة والمخابرات، لو سئل السيد سلال بأنه هل أنت رجل الرئيس أو رجل المخابرات؟ والله لا، كلام تاع كلام ما عنده حتى معنى. أنا رجل تاع كل أنا تربيت باش نخدم الشعب الجزائري. نعم. عندي رئيس الجمهورية هو كما يقولوا بالعامة هو المعلم تاعي. أنا نعرف رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة، وأنا راجل مصالحة ونتفاهم مع كل الناس، ما عنديش عدو. بكل صراحة ما عندي حتى عدو، حتى مع قيادة الأركان السيد. ما عندي حتى عدو. ما عندي حتى عدو، نحبهم كل أصحابي. درك البعض كي يوقعوا مناوشات ما بين الناس يقولوها فيه انقسام في المؤسسة العسكرية، والله ما فيه انقسام. نعم. سيد سلال، تبريركم أو إسقاطكم العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة على العهدة الثالثة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثار انتقادات كثيرة، وهناك من يقول أين نحن من ألمانيا؟ أنجيلا ميركل استطاعت أن تحصن اقتصاد بلادها في عز الأزمة الاقتصادية. أنا أخذتها من جانب من جانب القانون، من جانب يعني الدستوري، فتح العهدات من جانب الدستوري. قال علاه في دول أخرى تقبلوا باش يكون فيه تعهد العهدات، راهي في الثالثة. كان البعض قالوا لي ماهيش رئيسة، ولكن شونسولير هي الرئيسة الحقيقية. اللي عندها السلطة، رئيس تمثيلي. نفس الشيء بالنسبة لإنجلترا. الوزير الأول السابق ماشي الحالي دار عهدتين ونصف. في النص سلم على عندهم حلال وعندنا حرام. وعلاه كي يقعد واحد قادر على شقاه ها نمشيو معاه. سيد سلال كي غلط قال صاحبي كي غلط. هناك دائما يروجون لاخبار او اشاعات مفادها بان مستشار الرئيس السيد السعيد بوتفليقه هو شقيق الرئيس، دائما يتدخل في عمل الحكومه. انت كنت وزيرا او هل تدخل يوما في عملك؟ والله لا، هذا كلام باختصار من فضلك. ما فيش صح. سعيد بوتفليقه خور رئيس. نعم. ومستشار في الرئاسة، عنده عمل كمستشار وعنده عمل تضامني وعنده كذلك قرابة مع أخوه. طبعا يدافع على أخوه وأنا تاني ندافع على أخوه. نعم. أين المشكل؟ نعم. على يقول له فيه كذا وكذا، هل شفتوا فيه تزايدات؟ أنا ما شفتش. سيد سلال نشكرك، نترك لك سؤال أخير. ما رأيكم في تعيين السيد أحمد ويحيى وتعيين عبد العزيز بالخادم في المناصب الجديدة؟ لكل حال هذا قرار رئيس الجمهورية باش يقوموا بعمل تحم، أين هو المشكل؟ سيد سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح والوزير الأول للوزير الأول السابق، نترك لك في 30 ثانية من فضلك كلمة أخيرة قبل أن والله قبل كل شيء أنا بدي نشكركم قبل كل شيء، لأن هذا اللقاء كان حميمي. ونتوجه برك الى كل الاخوات والاخوه في الجزائر، احنا ماشيين الى عهده جديده حقيقه، ولكن المترشح عبد العزيز بوتفليقه بين لكم ومد العربون. نعم. وحنا في حاجه الى
مرجع، احنا في حاجة إلى تكميل البنية وتحويل الأجيال إن شاء الله في المستقبل. هذا هو الكلام تاعي، وأنا بودي برك أن نأكد مرة أخرى وأنا نهضرها من صميم قلبي، وأنا ماني طالب حتى حاجة وأنا ماني طامع في حتى حاجة، ونأكدها لك بقوة وسجلوها للتاريخ نهائيا. أنا نحب الجزائريات والجزائريين، هذا خلقني ربي هكذا، خلقني ما نحبش الشر، ما نعرفش الشر، والله ما نعرفه، كي نشوف الشر نمرض. فإحنا في حاجة إلى استقرار، فإحنا في حاجة إلى التطور الاقتصادي. إذا ما فيهش استقرار كيفاش تحب نطور البلاد؟ لأن خصنا في السنوات المقبلة، وهذا محكوم علينا، نبني السعادة ما بين الجزائريات والجزائريين. لازم نحب بعضنا، حبة من حبة وكاريها من كاريها. السيد نحبك ولو ما تحبنيش. أنا نحبك ثاني سيد سلال، وشكرا لك على قبول دعوتنا، أنت أول شخصية تنزل ضيفا على هذا البلاطو الجديد لشروق نيوز. نشكرك جزيل الشكر، وكما أوجه الشكر لزميلتي سميرة بالعمري التي شاركتني في إدارة هذا الحوار، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب لقائكم معنا ومتابعتكم في هذا الحوار الخاص. نلقاكم بإذن الله في فرصة أخرى، في أمان الله.